طيب تعال نروح لتصريحات مارسيل كولر، لان هو تحدث عن اللي حضرتك بتقوله ده اصلا. لكن هو بيتكلم دايما ان احنا هو عنده نظره معينه، فكره حتى تغيير مراكز اللاعبين هو عنده نظره معينه. فالراجل واضح ان هو مش بيلعب عشوائي، الراجل بيلعب برضه بفكر بالظبط. فدي نقطه كويسه بتهيالي او تطمنا الى حد ما. مش عشوائي خالص، المسؤوليه اكثر على اللاعبين نفسهم. صح، انت بشيء كويس كمل كمل ووصل اللي انت عايزه. الصداره ما تتسابش يا استاذ كريم، طبعا مهم قوي. وافتكر ان انت خسران 2 دوري قبل كده، طبعا لازم تفتكر ده نتيجه نزيف نقاط ما كانش ليه لازمه وقتها. وبطبيعه الحال مش عايزين ان الموضوع ده يتكرر مره ثانيه، بس زي ما كانت نواند بتقول البدايات مطمئنه الى حد كبير، بعيدا طبعا عن اللي هنقول ايه هنسميها الدروبات بتحصل احيانا، كما هو الحال في ماتش فيوتشر مثلا، وكما هو الحال في اي مباراه احنا ما بنبقاش يعني ايه مطمنين غير مع يعني هدف بيتحقق في الدقيقه 90 مثلا. وانت حضرتك عارف بقى دي عاده، ربنا ما يقطع علينا عاده عند لعيبه النادي الاهلي، بتيجي على اعصابنا كجماهير، لكن بالزبط. في الاخر الحقيقه بيحصلوا على النقاط المرجوه. انا وجهه نظري في الحته دي، جبت جون لازم اسعى للثاني، لازم امن الفوز، لا استعراض ولا شويه دلع ولا تراخي. بالظبط كده، يعني دي مسؤوليه اللاعبين في الملعب. كولر عامل اللي عليه بزياده، الجهاز الفني كله عامل اللي عليه بزياده، تدعيمات الفرقه ممتازه وايجابيه جدا. فيبقى مسؤوليه اللاعبين في الملعب، لازم يكونوا يعني اكثر شراسة. جول جه لازم الثاني يجي بعديه بدقيقة، أمن الماتش. و احنا شفنا مونديال قد ايه، 2-0 بقى 3، التعادل بعد التعادل الثاني. هو جملة لازم نكون أكثر شراسة اتكررت على لسان مستر كولر وكابتن سيد عبد الحفيظ كمان امبارح امبارح بعد الماتش بشكل صريح، المؤتمر الصحفي اتقالت بشكل لازم صريح. لازم يكون اكثر شراسه، لان دي مكانتهم في الدوري المصري طبعا وفي افريقيا. فبالتالي انا بشوف ان مهم جدا اللاعبين يتعلموا من ظروفهم ومن انفسهم في الملعب ويحاسبوا انفسهم. مهم جدا، مش انا فزت وخلاص وجبت دي 96 فرحان في الشك، بس ليه اتاخر الفوز؟ صح، على صفاره الحكم. يعني ممكن لو اتردد اللعبه عايز صفر طبعا. صحيح.